ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده مش هتستغربوه قوي لان انا لسه كنت عامله فيديو عن منتجات التراداكس وقد ايه هي حلوه جدا جدا جدا. بس انا بعد ما رجعت بنتي الله مبارك شعرها بدا يطول شويه، فبدات الاطراف احس بيها ان هي ناشفه جدا وبدات تقصف. ومهما كنت بستخدم اي سيروم ليه علاقه بالاطفال او حتى زيوت ليها ليه علاقه بالاطفال، ما كنتش بحس انها بتحسن الموضوع، لحد ما اكتشفت السيروم ده. السيروم ده يا جماعه اكتشاف، والله العظيم بجد حقيقي اكتشاف. السيروم ده انا كنت بدور على حاجه تصلح الاطراف بتاعت شعر بنتي وعموما الشعر كله يعني، ومش بس للاطراف، انا مش جايبه حاجه خاصه بالاطراف، لحد ما قريت عن الزيت ده السيرم ده وجربته واستخدمته للبنت وشعرها والله بقى حلو جدا وتحسن جدا عليه. هو اصلا معمول من عسل اللي هو عسل النحل الملكي، وفي اصلا يعني مادة اسمها البروبوليس. المادة دي مكتوب طبعا على العلبة ان هي من الكنوز الطبيعية، من الحاجات اللي بتنتجها النحل. والمادة دي بتبقى مخصصة انها تصلح اطراف الشعر اللي هي بقى متدمره خالص، اللي هي بايظه يعني مش نافعه. ومن غير اي حاجه، كلنا عارفين عسل النحل اصلا ليه فوائد حلوه جدا للبشره وللشعر وللجسم كمان، بس انا حبيت ان انا اجيبه واجربه عشان اشوف هل فعلا هيصلح للبنت اطراف الشعر اللي بايظه عندها ولا لا. وفعلا جبته وجربته، هو في كلتا الحالتين ليه نتيجة حلوة جدا. لو بستخدمه انتي تقدري تستخدميه هو شعر ناشف او الشعر مبلول عادي، في كلتا الحالتين ليه نتيجة حلوة. لما بستخدمه لها وهو مبلول بلاقي شعر البنت تحول تمام، ولما بستخدمه لها وهو ناشف بيقلل الهيشان اللي موجود في شعرها وبيدي للشعر لمعة وريحة طبعا حلوة بتفضل دايما اليوم كله. بما ان احنا الجو عندنا هنا صعب طبعا وناشف قوي، فطبعا انا كل يوم لازم بدهن لها شعرها. الفكره كمان الحلوه اللي فيه ان هو تحسيه يعني عامل زي الزيت، خفيف مش زي السيرم بيبقى تقيل كده ولزج وتحسيه بيلزق ويلم تراب او يلم مثلا عفره، لا خالص ده خفيف. مجرد ما بحط بس مره واحده منه، المره الواحده بتكفي شعرها كله. طبعا انت لما بتدهنيه بتتكي يعني تقدري تدهنيه على الشعر كله، مش معنى ان هو مخصص للاطراف انت مش تدهنيه على الشعر، لا هتدهنيه على الشعر بس هتركزي اكتر على الاطراف، وبتسرحي عادي وبتلاقي الدنيا جميله جدا وحلو جدا. عجبني فكرته، خصوصا ان انت ده خالي من البارابين فتقدري تستخدميه وانت مرتاحه، مش هتبقي قلقانه ان هو ممكن يبوظ شعرها او يدمرها. وانا كنت بدور من فتره سيرم خاص بالاطفال اللي بنتي، بس ما كنتش لاقي حاجه مناسبه ليها هنا، لحد ما لقيت ده وقريت عنه وعرفت ان اقدر استخدمه لسن الطفل معدي السنه عادي، فكنت مطمنه وانا بجيبه لها. هو ده صناعه الماني، هي الازازه 50 ملي. ممكن تشوفوا ان هي صغيره يعني على اساس سعرها ان انا جايباه ب24 ريال، انا جايباه من شارع الميه بالمناسبه، لان هو موجود هنا في الصيدليات واي سوبر ماركت بيبقى سعره عالي شويه، فانا جايباه من محل جمله في شارع الميه فجايباه ب24 ريال. هو عموما انا مش بستخدمه، انا ليا انا شخصيا انا بستخدمه لبنتي، فممكن تكون يعني 24 ريال على استخدام لبنتي، وطبعا بنتي مهما كانت بتاخد شعرها صغير برضو مش هيبقى كبير فمش هتخلص. فحتى لو قعدت معايا العبوه دي شهرين او 3 شهور، هي ممكن تقعد 3 شهور لان انا جايباها الشهر اللي فات، ويعني اهو دي الكميه اللي انا استخدمتها، فممكن تقعد معاها 3 شهور وممكن تقعد معاها اكتر. ف 24 ريال على 3 شهور او 4 شهور مش هيبقى مبلغ عادي. والاهم من السعر ان يكون فيه فعلا نتيجه انا شايفاه من وراه. يمكن انا مش بستخدمه بقالي شهور كتير عشان اشوف نتيجه جامده منه، بس هي الفكره ان انا بمجرد ما انا جبته، انا جايبه الشهر اللي فات، بمجرد بس ما انا جبته اهو يمكن شهر وانا فعلا حاسه ان شعر بنتي اتحسن، لان شعرها كان يعني من اول ما جينا كان فعلا بايظ ومتدمر خالص، وبالذات الاطراف كانت على طول اطراف هايشه متقصفه وكانت صعبه جدا، وكانت على طول ممكن تبقى ملعبكه وبتضايقها لما باجي اسرح لها. بس من ساعه ما جبته واستخدمته حتى لما باجي اسرح لها مش بيبقى فيه صعوبه في التسريح، كانه برضو كمان من بيسهل التسريح فما بقتش بتتالم. فعجبني جدا وحبيت اطلع اقول جايز تكون اي ام او حتى اي حد اي واحده عايز تستخدمه. وده طبعا يقدروا يستخدموه رجال وسيدات عادي للاتنين مش لنوع واحد بس.
وحبيت اطلع بقى اقول لك التجربه، ويا رب تكون تجربه افادتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا وباي باي.